صراعات مرئية وغير مرئية بينك وبين اللواء فاولينو، وانت كنت بتفتكر انه الحكومة بتدلع فاولينو على حسابك، وده انا افتكر اضر كلكم ابناء قبيلة واحدة، وكل زول بيقاتل في موقع، واصلا كلكم كنتوا محسوبين على الحكومة. انت مساعد رئيس الجمهورية، اصلا ما في زول حيصنفك ما مع الحكومة، وهو زول ضابط في القوات المسلحة، ما في زول يعني بيصنف على الحكومة. ده جانب. الجانب الآخر أنا مرة في هذا الفندق، وأحسن تجاوب لي على النقطة دي، لأنه أنا أذكر الأستاذ عثمان برغاني المحلل ويعني يمكن كاتب صحفي، قال لي أنا عندي انتقاد لك في البرنامج ده. بعد مرات تسأل سؤال كويس جدا، وبعدين تقوم تعمل استطراد فيقوم يزوغ السؤال، فخلينا تجاوب على السؤال ده وبعدين أنا أعمل الاستطراد. نعم. أول حاجة يا أستاذ أحمد، الخلى بولينا يكون ضابط في القوات المسلحة شنو؟ في النص الاتفاقية ما في أي نص يقول أن القوة دفاع جنوب السودان يندمج في القوات المسلحة. كيف أصبح بولينا وهو جزء من قوة دفاع جنوب السودان أن يكون لواء في القوات المسلحة؟ ليه ما كان فيه نقاش؟ يمكن كفرد هو اختار، يعني هو كفرد اختار. انت الآن بعدين لما أسألك داير تنضم، انت حسا تندمج مع الحركة، وقابلت عمر البشير بدون ما تستأذن من قرق، وأنا سألتك أيه. بالتلفون بعدين أيه. حاسألك السؤال ده تاني. يمكن هو بشخصه استقطب وليس كزول موقع على الفصائل. طيب الاستقطاب لأي سبب؟ الاقتتال الحصل في ولاية الوحدة، الاغتيالات الحصلت في ولاية الوحدة على الوزراء منسوبة على من؟ هل على الحكومة، على بولينا متب، على الجيش، على الأمن؟ أفتكر في حاجات حصلت وأنا أعتبر أنها ماضية. أخطاء في إنفاذ الاتفاقية. بولينا متب جزء من قوة دفاع جنوب السودان الوقع على الاتفاقية، كان مفروض أن يكون في حوار في كيفية استيعاب بعض من القوة، إذا الحكاية النص ده ما موجود في الاتفاقية، كان مفروض أن الناس يناقشوا من جديد. يا أخواننا في ناس عايزين يمشوا القوات المسلحة عشان ما يكون في شك في 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 وسط الموقعين الاتفاقية. وحقيقة كنا رأيي، وأنا كنت بناقش فريق مصطفى السفير في القطر، الدابي. فريق الدابي. نعم. مصطفى الدابي، أنا كنت مناقش يا سيد الفريق، الحكاية دي هتخلق مشاكل أمنية في إنفاذ الاتفاقية. كنا بنفتكر أنه هم في جيش خلف ما يحدث، لأن بيني وفولينا متب لا يوجد خلاف. لسيد صالح البحري، هذا أمر ربما ما عيب يمكن أن يصدق، لكن قالوا إذا في ثلاثة أنفار وشجرة وفي راي، أنت دار الشجرة دار تسألها راي شنو؟ ده من الحاجات المآخذة اللي بتؤخذ عليك، اللي هي يعني مثلا ربما الناس حاسة الآن بالتأكيد في ناس ينقسموا إنه ما مفروض أنت تطلع، يعني في ناس بيفتكروا إنه تعبان، مش ضغطك لكن مارس ضغوط ليس رئاسية لكن ضغوط نسميها بالديمقراطية اللي انت بتنتهي عشان انت تطلع الان عشان ترجع. فمدى صحة هذا الامر انه دكتور رياك مشار ديمقراطي ازيد من اللازم في حركة اصلا انت ما في حركة مسلحة ما فيها ديمقراطية ذاتها؟
فما ما ردك على هذا الأمر يعني؟ يا أستاذ أحمد، السوداني شعب ديمقراطي. وأنا جزء منه. وأنا جزء من النضالهم. أنا لا أعتقد أن نظام شمولي أو نظام ديكتاتوري ممكن يصمد لمدى بعيد في السودان. عشان كده السودان عنده تاريخ بتاع انتفاضات ضد ديكتاتورية. 64 86 كل ده نحن جزء منه. طيب إذا تكويننا نحن شعب ديمقراطي لا بد من إدارة شؤونهم بالطرق الديمقراطية. أنا أفتكر عند عالم النعبود جرب ذلك حتى ما رجعت الديمقراطية في البلاد، وكذلك عند النميري. الآن البشير أفتكر من قناعاته الآن هو هيتحول لعمل ديمقراطي. إذا ما عمل مصيره هيكون زي الباقين. ده مجتمعنا كذا. عيبنا أو عيب حكامنا أنهم بيفتكروا أن يقدر يفرضوا أطروحات بدون قاعدة، بدون مشاركة الشعب، إما عبر تنظيماتها السياسية أو النقابية. نعم، أنا لا هو عايز جنوب، مرة بقول لك هو عايز السودان، قرن عايز السودان، وريق مشار عايز السودان. لمن تضغط ويقول لك يا أخي إذا نحن ما قادرين نتوحد أنا أحب سلام بينك وأنا يكون إننا سلام. إذا ما قادرين نتوحد، وأنا أفتكر نفس الموقف اللي جونجرن اليوم عايز وحدة، ولكن الوحدة هو عايز وحدة فيها مساواة. نفس الشيء أنا، وأنا أفتكر أي جنوب ثاني بيجو الزبلة أقول كان هو عايز جنوب، كلهم عايزينه. أنا أفتكر في قراءات غير صحيحة عن الصراع في السودان. أنا بفتكر الصراع في السودان صراع حول تكوين دولة سودانية. في مجموعات بتفتكر أن هذه الدولة تبقى دولة عربية إسلامية، في مجموعات تقول يا أخي نحن نقبل تكويننا في عربي، في مسلم، في مسيحي، في وثني، في نيجيري. كلنا إذا نحن في 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 السودان سودان واحد. أنت ما بتقدر تحقق ده بدون ديمقراطية. طيب إلا بالديمقراطية. طيب الدكتور رياك مشار ركب الطيارة ومساعد رئيس الجمهورية، رئيس مجلس التنسيق الجنوب، مشى نيروبي. دكتور رياك جاي ما جاي، راجع ما راجع، استغال ما استغال. لما ركبت الطيارة انت غررت ما راجع تاني؟ انا لما ركبت الطيارة، لانه قبلها كان في مرة ورجعت. انا ركبت الطيارة ماشي مؤتمر في 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 المانيا. نعم، في بون مؤتمر. البشير ما قال لي انه هو في نفس الليلة انا قايم فيها ده بنوع حيعمل تغييرات في البلاد. اذا انا مساير رئيس الجمهورية مسؤول بجزء كبير من السودان جنوبه، ما نعرف انه حيرفع جزء من البنود في 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 الدستور، وكلنا اشتركنا في 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 صياغة ذلك الدستور. التعديلات اللي هو عمله في 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 نوفمبر 12 ولا هو 11 12 افتكر، انا ما كان عندي علم فيه.
درست الوضع. وحقيقة قبل ما أصل المؤتمر لما ماشي للمؤتمر قالوا لي يا أخي أنت هل سمعت في التغييرات في السودان؟ قلت والله ما أعرف. مصاير رئيس الجمهورية لا يعرف. ديكور زي ما قلت قبل ما بقبل ذلك. نحن كلنا سودانيين. إذا في تغيير في الدستور كقادة في البلاد مسؤولين للشعب أنا لازم أعرف. ساعات بعد ما أنا طلعت غير اللي هو كان عايزه. أنا قال له قال لي لا أنا بعمل ده. وقلت والله يا أخي يا سيد الرئيس ده دخلنا في مشاكل كذا وكذا وعمله. لقد يقول يا اخي يقول لي استشيرتك وانت بس رفضت. ده ما حصل. طيب دي مش صراعات في حزب سياسي داخلي؟ مش قضايا داخليه بتخص الحزب الحاكم؟ طبعا لا. الدستور ما بتاع حزب مؤتمر وطني. الدستور للشعب السوداني كان طرحه في استفتاء للشعب السوداني. لا انا اقصد الصراعات اللي حصلت بينهم في المؤتمر الوطني، التغيير، شيل جيب رئيس، امشي، عندي اشياء بتخصهم هم. يشاورك فيها مثلا يقول لك والله دارين شان الولاة شنو؟ شان الولاة دول ينتخبون في المجالس التشريعية. ما عينهم رئيس الجمهورية. في يوم واحد يقرر رئيس الجمهورية انه يلغي ذلك النص. طيب انت معناها لما ركبت الطيارة ما كنت مفكر انك مثلا ما تجي تاني او تستغيل؟ يعني الاشياء التطورات اللي حصلت دي ادتك تتخذ القرار ده ولا لا؟ انت اصلا كنت مارك نحن ما انت قدمت المذكره اللي قدمتها وعرفت تقويمه، نتائج بتاعت تقويمه كويس، انا عارف ده. ولكن التغييرات اللي حصلت في في في, في البلاد ساعات بعد قيامي هي اللي ادتك تتخذ القرار. معناه اذا هو ممكن يلغى نص في الدستور ممكن يحصل في الاتفاقيه ذاته. طيب انا نفس قوه اي نص في الدستور يساوي نفس النص في اتفاقيه سلام. طيب كويس. انت قبلها برضو كان في، انت جيت نيروبي هنا وطلعت اشاعات كثيره جدا انت ما جاي، يعني اصلا كان في كلام سابق انك انت طالع. كلام سابق يعني انك جيت نيروبي هنا وقعدت فتره طويله بعد المفاوضات، فالناس قالوا دكتور رياك ما جاي راجع. دي كان ملابسات شنو؟ هل فكرت في الفتره دي انك تطلع ما تجي راجع؟ بعد تقويم، بعد ما انا قومت تغيمت الوضع، شفت ان تقويم الاتفاقيه ما مشت اي حته، التغييرات اللي حصلت في 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 البلاد بعد قيامي بساعات، وجدت ان ما في حاجه الواحد يرجع لها في الخرطوم. طيب مع المنصب. طيب الاستغاله انت بعثت بها متى؟ انا بعد ما مشيت الجنوب استغلت في الجنوب، ما استغلت في 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 بلد اخر، استغلت في السودان. طيب لكن فتره طويله جدا الناس ابو يقبلوا الاستغاله دي، معناها حصلت محاولات للاتصال بك، طبيعه الاتصالات دي شنو؟ والله انا افتكر ما كانت اتصالات جاده كده يعني. ما في اتصال يعني جاد حصل بك انه مثلا ترجع او كذا او كذا او كذا. طيب بدت مرحله جديده في الحركه السياسيه للدكتور رياك ماشار، استغلت من جبهه الانقاذ، من مساعد رئيس، من رئيس مجلس التنسيق، في ناس منك قعدوا هناك. نعم. طيب القعدوا ديل شنو؟ في ناس بيفتكروا والله ذاته تقسيم كيمان بينكم، يعني انت موافق هم اصحابك قاعدين، ناس مكواك تيج، ناس رياك جاي وكذا، بيفتكروا انه والله انتوا قررتوا من برا او جوا، رجل برا رجل جوا، تقول شنو لده؟ وطبعا العمل السياسي عمل اختياري. نعم. في
جبهة الإنقاذ حزب مسجل في البلاد عنده أعضاء. بعض منهم كانوا رفقائي في نضال المسلح، الآن تركوا ذلك، أدوا أولوية لنضال السلم. هذا قرار مشان، وأنا ما بقدر ألوم أي زول فيه، بس أنا وصلت قناعة أن الحكومة ما نفذت الاتفاقية. وأنا لما انضميت للحكومة عشان الاتفاقية ما عشان المنصب. أنا ممكن أخدم السودان ده بدون أي منصب، ولكن أكون أمين أمام الشعب السوداني بأن هذه الاتفاقية ما مشت قدام، ما جابت سلام. لا بد أن نبحث عن طرق لإيجاد السلام في للبلاد. طيب دكتور رياض جنايروبي، وبعد كده الناس بدوا يخطوا عيونهم على دكتور رياض داري عمل شنو. البعض رأى انك انت حاولت تفتح جبهة عسكرية في مناطق البترول، واحد. بعض اخر رأى انك انت بدأ يغزل بينك وبين حركة قرن للرجوع للحركة. تعبان دين قال رجعته، انت أدليت تصريحات مبكرة جدا في ذلك الوقت، قلت نحن لسه ما رجعنا. ما هي حقيقة ما حدث في تلك الفترة اللي هي فترة استغالتك، فترة قبول الاستغالة؟ لأنه إلى فترة نحن كنا ما أنت إلى ما لحد فترة ما قبلوا الاستغالة، قلت أنت ستيل في الموقع يعني. فما هي حقيقة يعني أنت فكرت في شنو بعد ما قبلوا استغالتك؟ شئت الجنوب، حاولت تجمع أطراف قواتك، حاولت هنا أنشأت جبهة، ديت اسم طويل كده كلمنا بيه وعسى تشرحه لنا بعد، يعني ماذا حدث؟ أنا أريد أن أجاوب عن موضوع تعبان دم. أولا تعبان دم لما خرجت من السودان كان ما زال والي لولاية الوحدة، كان عنده مشاكل في الولاية، مضغوط في الولاية، نفد يمكن كان عايزين يقتلوا في الولاية. على كل حال بعد التعديلات في نوفمبر هو في ديسمبر عين وزير النقل، وزير دولة في وزارة النقل. أي لما جاء هنا أنا قابلته قلت له يا تعبان، أنت تفتكر الاتفاقية فيها حاجة؟ قال لي ما فيها حاجة. قلت له ما خلاص، انت عايز تواصل عمل سياسي من الداخل؟ قال لي لا. قلت له خلاص كويس، اذا خش معنا في الجبهة الجديدة وهي جبهة الديمقراطية الشعبية. نحن كوننا الجبهة بعلم ان جبهة الإنقاذ حزب مسجل بقوانين الدولة، وما في اتفاق بيننا مع أعضاء هذه الجبهة أن نكون أو نقوم بعمل عسكري. لذلك أنا استغلت من جبهة الإنقاذ. ما في غزل بين الحركة والجبهة. نحن عندنا أهداف. لما كوننا الحركة الشعبية كنا متفقين على أهداف معينة، ولما اختلفنا في سنة 91 على أهداف معينة اختلفنا على 3 نقاط ذكرتها. لكن هل اتغيرت؟ انت قلت حقوق الانسان والحركة، عدم الديمقراطية، 3 نقاط، هل اتغيرت عشان ترجع لهم عشان تتكلم معهم؟ هل اتغير شنو؟ انا ممكن اكون عامل للتغيير، وحدتنا ممكن تكون عامل للتغيير اذا ما تغيرت.
لذلك نحن اتفقنا في إعلان نيروبي في يناير الماضي بأننا نتوحد حول المبادئ اللي احنا طرحناها في إعلان نيروبي. طيب انت فكرة ذلك انا ما بسميه ده غزل ولا اي شيء. لا لا هو الغزل ده شنو؟ الغزل ده يسعو ليه تسعى اليوم. نعم. يعني نحن لاحظنا مثلا بخليني سؤال اديك لو بعد شويه بعد اجتماعك مع الفريق البشير في الاسابيع اللي فاتت. انا عايز اقول انه مشيتك او سعيك للاندماج مع الحركه هل هو تكبيركم للحركه عشان تواصل هدفها السياسي ولا محاوله منك لجر الحركه للوصول لحل سياسي او تحقيق سلام؟ نحن عايزين نحقق سلام. هدفنا اننا عايزين نحقق السلام. الان الاطروحات اللي عندها الحركه لايجاد حل سلمي للسلام افتكر اطروحات مشتركه بيننا. الخلافات اصبحت قليله بيننا مع الحركه الشعبيه. وانا افتكر اطروحاتها شبيهه باطروحاتنا اللي احنا وقعنا بها اتفاقيه الخرطوم للسلام. ولكن انت في تخطم انا قلت لك قالوا هي اتفاقيه صح مع الناس الغلط. طيب يوقعوهم. طيب 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 يعني الناس برضو تفتكروا انه انتوا انت وقرن اصلا واصلين لخط فيه شبه مفاصله نهائيه. العوده بيفتكروها انتهازيه اسف لاستخدام الكلمه من الطرفين. من جانب قرنق عشان يكبر كومه ومن جانبك يعني بيفتكروا انه دكتور رياك بعد ما طلع من الحكومه بقى هو ما مع الحكومه بيفتكروا انه بقت ما عنده قوات بيفتكروا انك انت الجزء منك قاعد في الخرطوم وبالتالي داير تعمل الحركه كمظله ويبقى كل طرف عنده هدف. بتقول لي ده شنو؟ في مصالح مشتركه. الوحدة بين الكفة الديمقراطية والحركة الشعبية تخدم هذه المصالح. وأكبر مصلحة أن نحن نصل لحل سلمي لقضية السودانية. نحن نعمل صادقين إنه يكون هو لقاء مصالح مشتركة من أجل السودان والسلام وليس لقاء من أجل تحقيق أو زيادة أو تأجيج نيران الحرب. دكتور رياك مشار وقع اتفاق مع قرن فجأة سمعنا في الأخبار دكتور قرن دكتور رياك مشار التقى بالفريق البشير في نيروبي. ده حصل كيف؟ أولا أنا سوداني حر أحب الحرية لا أحب القيود ولكن ما فوضي. رئيس الجمهورية فريق بشير تكرارا لقد أرسل أشخاص لأن نلتقي هو رئيس جمهورية. لما جاني وزير منه وكان فريق رفيق لي هو دكتور جاي قال لي والله يا اخي الرئيس البشير جاي يريد ان يتبادل الاراء معك لقد احلى مساعده. دي ما معناه ان اذا انا وقعت اتفاق مع الحركة الشعبية أو مع جون قرن لا قابل شخص أو مسؤول سوداني لأن أنا مش في السوق للبيع. عندي أفكار وعندي آراء حول مصير السودان. لذلك أنا التقيت برئيس الجمهورية وناقشته. ماذا دار بينهم؟ يعني أبرز نقاط تفتكر انت دارت في هذا اللقاء شنو؟ سلام.
كله حول كيف السلام. كله حول السلام، كيفية تحقيق السلام في السودان؟ هل دار أي حديث حول عودتك؟ لا، لم يتم التطرق لهذا. ولكن تطرقنا على اتفاقية خرطوم للسلام، وأنا قلت للرئيس الجمهورية أنا تقويمي للوضع أن ما وصلنا لأي شيء في إنفاذ اتفاقية خرطوم للسلام، وإذا هو يريد استمرار في إنفاذ اتفاقية سلام له مؤسسات وحياكل وقيادات سياسية موجودة، وهذه القيادات تنفذ الاتفاقية، وأنا من بعيد أراغب. طيب أنا قبل سألتك سؤال أنت ما جاوبتنا عليه، يمكن نحن يعني يمكن المشاهد الكريم اللي بيتابعنا يحادث يلاحظ بعض المرات، طبعا دي حلقة مسجلة فأنت بتسجل جزء من الشريط وجزء آخر من الشريط، فالإنسان لعله يلاحظ أنه بعض الأسئلة تكون في جزء من الشريط. في جزء أنا سألتك فيه قلت لك بعض الناس بيفتكروا أنك أنت بقى ما عندك قوات، بقى ما عندك وزن سياسي فردي شخصي لا يستطيع أن يختلف حول هذا الأمر إسنان أبدا، بتاريخك بفكرك بعلمك بتجربتك الطويلة، ده أمر ثاني. الأمر الثاني ناس بيفتكروا أنك حتى اللغاء مع البشير وبعده باللغاء بغازي وكر الضغط للحركة، لأنه أنتوا بديتوا اتفاق وما اكتمل، وفعلا بعد لقائك بالبشير بيت يومين ثلاثة قال الناس الحركة جو وقال لك تعال وتميت التوقيع، فترد لنا على النقطتين دي. أول حاجة أنا عندي قوة عسكرية موجودة، القوة العسكرية الموجودة في ولاية الوحدة قوة تابعة للجبهة الديمقراطية الشعبية، وفي الشرق على النيل وفي جنجلة تابع لهذه الجبهة. من يقول أن ليس لنا قوة إذا هم قاصدين قوة عسكرية، هذه القوة العسكرية موجودة مسلحة، وإذا يقصد به أنصار حتى في الخرطوم لنا تعيد أن طروحاتنا، نحن قوة سياسية. أنا بالنسبة لي أن اللقاء كان ضغط كرت ضغط للحركة الشعبية، نحن حقيقة بدينا الحوار مع الحركة الشعبية فترة طويلة بعد استغالت ما حاجة جديدة، ولا ما في أي سبب أنا استعمل لقائي مع البشير للضغط جونجر نور للحركة الشعبية، لأن بتخدم إيه؟ أنا قلت لك نحن